مشاهدينا، في وقت تمكين المرأة ومطالبات بتوظيف الوظائف العليا والريادية، شبابنا السعودي فوز بجائزة التميز في الموارد البشرية والتوطين بدبي لعام 2018، والتي تعتبر من أهم الأحداث الرائدة في المنطقة في سوق العمل. هنتعرف على تفاصيل أكثر أكيد مع ضيوفنا في هذه الفقرة. أولا أرحب بضيفتي الأستاذة رحاب الزحيفي، مسؤولة الاتصال والعلاقات البشرية لثالث أفضل منشأة بالتوطين لجائزة التميز. أهلا بك وأهلا بوجودك معنا اليوم. أولا ألف مبروك لك الفوز اللي هي جائزة التوطين وريادة في قطاع الموارد البشرية. برأيك إيش أهمية التوطين حاليا في القطاع الخاص؟ طبعا يتيح الفرص للعمل، وكمان يخفض نسبة البطالة، وفيها تطور مهني، و يعني شعبنا يحتاج للوظائف الآن، يعني فيها تطور كثير، يعني وخصوصا أنه إحنا أصبح لدينا الكوادر الوطنية في جميع المجالات والتخصصات بالضبط. ومعروف كمان أنه في القطاعات الخاصة الموظف عندما يكون أجنبي بيكون رواتبه عالية جدا، صحيح. بينما السعودي بيكون رواتبه أقل بكثير وهو كفؤ ويقدر يقوم بعمل الأجنبي. صحيح، وعندنا كمان طلاب كثير متخرجين مبتعثين، وعندنا طلاب متخرجين من أحسن الجامعات، مزبوط، كلهم سعوديين. فالحين أتيحت الفرص بشكل هائل يعني للوظائف في الشركات الخاصة. حلو. طبعا حابة ألف مبروك فوزك بجائزة نسيبة. أنا بحاول أن أقولها بطريقة صحيحة، فمبروك أنك أنت فزتي بهذه الجائزة. لكن رحب خليني أقول لك، إيش المبادرات اللي أنتوا قمتوا فيها لاستقطاب المواهب السعودية والاحتفاظ والحفاظ على هذه المواهب؟ طبعا إحنا عندنا برامج لدعم الشباب السعودي، من ضمنها برنامج نجوم. برنامج النجوم هو يعتمد على تطور استراتيجي للمهارات الوطنية، نطور بكثافة الموظفين عندنا ليستلمون قيادات للجيل القادم. حلو. كيف التطوير يعني، عفواً رؤى، يعني كيف التطوير بيكون من أي ناحية؟ من ناحية التدريب، من ناحية استلام مهام، يعني مو اشياء روتينيه ولا اشياء يعني مانيوال، يعني يعطونهم مهام كبيره، يعطونهم مسؤوليات اكبر. فطبعا في تدريب مستمر، وركشوبس، يعني كلها تكون مستمره. حالة. طيب يا رحاب، يعني بنعرف انه اسم الله الشباب عندنا اعدادهم كبيره، موهوبين في شتى المجالات. خليني اسالك، موضوع استقطاب المواهب او الاحتفاظ بالمواهب، ايهما اصعب؟ احنا عندنا الصراحة الاحتفاظ في المواهب هي الصعبة، لانه زي ما انتم شايفين فيها تنافس في السوق بشكل كبير. احنا نحاول اننا يعني نستقطب الكفاءة، ونحاول ان احنا نقلل من التسيب يعني الوظيفي، بس انا عندي الاحتفاظ. تعملوا كنترول يعني على الموضوع. بالضبط، ايوه. يعني زي ما احنا عارفين انه أهمية تمكين المرأة السعودية في الوظائف الإدارية والقيادية هي أحد توجهات 2030، كيف من الممكن من باب تجربتكم يعني إنجاح أو تفعيل هذا التمكين في الشركات الخاصة خصوصا؟ احنا في الشركات يعني نشوف انه المرأة تملك القدرة ان هي تمسك مناصب إدارية وقيادية، واحنا نحاول قد ما نقدر أننا نساعد المرأة ونوفر لها جميع الإمكانيات، من تدريب، من مساعدات، من حتى حضانة، يعني من أسهل الأشياء. وكمان عندنا التوصيل، توصيل الموظفات يكون على حساب الشركة، فهذا قاعد يساعد أكيد بشكل كبير. بس هل هذا يعني في كل الشركات الخاصة الآن؟ لا للأسف. طب ليش لا يفعل في جميع الشركات؟ هو على حسب نظام الإدارة، على حسب القيادة في الشركة. بس ما تتفقي معايا إنه يعني خلينا نكون واقعيين أكثر، إنه في إدارات يعني حتى لو تكون المرأة كفؤ يصعب على الرجل أن يقبل بأن تكون المرأة قائدة أو صحيح. مديرة أو رائدة في المجال ده. صحيح، وأنا مريت في هذه التجربة كثير. بس إن شاء الله نقول يعني في الرؤية الجديدة إن شاء الله أن يخليهم يخففوا غيرة شوية إن شاء الله. برضو كمان حلو أنه رحاب يوفر للمرأة العاملة جميع وسائل الراحة، لأنه متى ما كانت السيدة مرتاحة وهي جاية على شغلة صدقيني راح تبدع وتعطي لشغلة أكثر. أيوة.
طيب رحب، احنا مكملين معاكي لكن معانا عبر الهاتف الاستاذ خالد الشريف، اول سعودي يحصل على جائزه نسيبه العالميه لافضل قيادي في الموارد البشريه لعام 2018. اهلا بك استاذ خالد. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدايه استاذ خالد الف مبروك على هذا الفوز، لكن ابغاك تخبرني ايش كان شعورك لما عرفت انك انت فزت بهذه الجائزه؟ الله يبارك فيك. طبعا شعور وسعادة، ولكن هذا ليس إنجاز شخص واحد، هذا إنجاز فريق عمل من الأخت رحاب موجود عندكم، وأيضا 24 فرد آخر هم يمثلوا هذا الفريق، هم اللي خلف الإنجاز، وأنا جزء صغير من الإنجاز وهم الجزء الأكبر. نعم. طب أستاذ خالد خليني يعني أسمع منك إيش هو الإنعكاس الإيجابي لما يكون قائد العمل أو تكون شخصيته قائد ناجح وليس مدير، إنه في فرق بيناتهم، قد إيش العمل القيادي يؤثر بشكل إيجابي على الموظفين ويساعد في إنجاحهم؟ هو ببساطة النزول من الأبراج العاجية، وإنك تكون جزء من الفريق، إنك تليد بإكزامبل، إنك تكون القدوة لهم وتكون الأفضل في جميع حالتك معهم، وليس بس إن نوجههم وندعي الأفضل وننسب الإنجازات لأنفسنا، بل نكون معهم ونكون جزء من هذا الفريق، وفي الأخير قد ما تعطيهم هم راح يعطوك بالمقابل نفس القيمة المضافة اللي أنت حتقدمها لهم، راح يقدموها لك وأكثر. طيب توظيف وتنمية المواهب المحلية، خلينا نقول السعودية، الكوادر السعودية، كيف ممكن أن ينعكس على سوق العمل؟ طبعا هو شيء أساسي، البلاد تقوم على سواعد ابنائها، وهذا الشيء حاصل وان شاء الله مثل ما احنا شايفين برامج وزاره العمل اللي حاصله حاليا، التوجهات في رؤيه 2030 وتمكين الشباب السعودي سواء رجالا او نساء بدون التفرقه طبعا بين الجنسين. لاني لسه كنت حاسلك استاذ خالد، كيف ترى دور المراه الان وتمكينها في سوق العمل واهميه وجودها في هذا السوق بشكل عام؟ بكل بساطة يعني تكون بيئة العمل شمولية، ما يكون في رجل ما يكون في مرأة، تقديم المهام والواجبات والدعم بنفس القيمة وبنفس القوة لكلا الجنسين، ما يكون في مهام نقول إنها مناسبة للرجل غير مناسبة للمرأة والعكس صحيح، قد يختلف الكثير معي في هذا، ولكن احنا بالضبط. نعمل أنا كنت لسه بقول لك أستاذ خالد، في بعض مدراء الشركات ما يشوفوا إنه المرأة مثلا تستحق، خصوصا مثلا في موضوع الراتب، طبعا هذا قبل ما يصير توحيد للرواتب، انه مثلا ما كانوا يشوفوا انه مدير ومديره، لا احنا نعطي الراتب الاعلى للمدير الرجل، بينما المديره المراه لا ما تاخذ نفس الحوافز اللي بياخذها الرجل مع الاسف الشديد. يعني طبعا هذا شيء مخالف للانظمه العماليه السعوديه، وشيء لا يجوز انه يحصل في البلد، وما حيعملوه الا اشخاص اسمحوا لي اصفهم باشخاص ضعفاء ويخشوا من تمكين المرأة، ولكن الإنسان القوي والإنسان المسلم الصحيح حيعمل على تمكين المرأة، لأنه هو نصف وهي النصف الآخر وما لنا غنى عن بعض. نعم. كمان نبعث أن في بعض الشركات تماطل في التوطين، إيش في كلمة تحب توجهها لهم أو نصيحة؟ والله نصيحة دوت يعني sooner than later، لأن في النهاية الوطن لن يبنى إلا على سواعد أبنائه، فالتنظيمات كلها توجه المسار للتوطين، من الأفضل لهم يعني يأخذوا روح المبادرة بدل ما يجبروا على هالشيء. صحيح. يعني ما زال يعني للأسف على أرض الواقع الشباب السعودي بيجد صعوبة إنه يعني يثبت للشركات القطاع الخاص، خلينا نقول، مسألة التوطين ومسألة الثقة بالشاب السعودي وبالكوادر السعودية برغم الشهادات المعتمدة والخبرات وهكذا، إلى أنهم إلى الآن بيشوف بعض الشركات في القطاع الخاص تفضل توظيف الأجنبي وبرواتب مهولة زي ما بنشوف. برأيك نفس الشركات نفس القطاع الخاص ليش يتخوف من توظيف الكادر السعودي؟ هذا نتاج ان احنا المهارات معظمها اللي موجوده في السوق اتيه من دول غير متقدمه، للمعذره طبعا للجميع، لكن المجتمعات هذه بطبيعتها متعوده على السلطويه، معتمده على الاحتفاظ بالكرسي، وما عندهم تركيز على نقل المهارات، بينما انت لو تنظر للمجتمعات المتقدمه مبنيه على نقل المهارات من جيل الى اخر.
مظبوط يعني، وخصوصا الان يعني الوضع بيختلف وبيتغير للاحسن، وتحقيقا لرؤيه 2030 بنشوف الشباب السعوديين ما شاء الله يعني متخصصين في جميع المجالات ومقبلين وبقوه على سوق العمل. الاستاذ خالد الشريف، شكرا لمداخلتك معنا. اعود لضيفتي في الاستديو الاستاذه رحاب. يعني لو نبغى نتكلم على القطاع الخاص ومسؤوليته في تنميه المواهب المحليه، ايش يقدر يسوي؟ القطاع الخاص يقدر يسوي أشياء كثيرة زي في التنمية. طبعا زي ما قلت لك التطوير، القطاع الخاص نفس كمان يقدر يرسل، زي أنا كمثال أنا اللي استلمت جائزة الشركة، فممكن هم بهذه الحركة يعطون التعزيز للموظف، يعطونه الثقة والإنجاز أنه هو يستلمها في الشركة كاملة. في القطاع الخاص أنا عندي يعني على حسب القيادات والإدارة يقدرون يطورون الموظف بشكل كبير. ممكن ينموا ويستثمروا في الموظف اللي عندهم، يعني لو في موظف كفؤ ويحتاج إلى تنمية أو تدريب أو حتى إنه يحتاج إنه مثلا السفر للخارج حتى يتعلم يعني أشياء جديدة ويطور من نفسه، ليش لا يعني؟ وهذا هذا المهم، هذا المطلوب يعني. صحيح. والثقة أهم شيء، إنه يثق في هذا. الثقة أهم شيء، والحوافز طبعا المادية والمعنوية فالشركات قادرة عليها يعني. بالضبط، عشان كده نبغى أسألك يا رحاب، هل بيئة العمل المحفزة تعتبر من أهم جوانب نجاح الشركة أو عدم نجاحها؟ يعني أكيد لو كانت الشركة بتحفز موظفينها أكيد موظفينها؟ الحوافز مرة مهمة في الشركات، ولو كلمة يعني مو شرط أنها حافز، لو كلمة شكرا أو يعني لو الموظف أنجز شيء بسيط جدا، فالكلام المدح الثناء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثني على أصحابه، فالثناء يعني يحمس الموظف، يشجع على أنه يعطي أكثر. طبعا التقدير جدا مهم في العمل يعني، حتى يزيد من الإنتاجية ويخلي الواحد يشتغل بقلب. كنت أبغى أسألك، يعني ذكرت الحوافز، إيش الحوافز اللي كنتوا بتقدموها واللي أهلتكم أنكم تفوزوا بهذه الجائزة اللي هي التميز في الموارد البشرية؟ أولا إحنا أول شركة في مجال البناء والتشييد، وعندنا قسم نسائي كبير جدا، وإحنا نحاول قد ما نقدر ان احنا نوظف كمان اقسام نسائيه، وان شاء الله في 2020 حيكون نسبه النساء في المراه في العمل تقريبا 60%. 60% يعني هذا عدد كبير. فاحنا اول شركه تقريبا ادخلنا المراه في العمل. حلو. طب يعني بحكم تخصصك ورؤيتك لهذا القطاع، يعني وجود السيده السعوديه، كيف تشوفي خلينا نقول الشابات السعوديات الان؟ زمان كانوا البنات يتخوفوا من العمل، وفي شروط محدده. لا انا ما ابغى انزل شركه مختلطه، انا ما ابغى انزل شغل ميداني. ميداني بالضبط يعني. كيف تشوفي اليوم المراه السعوديه؟ كيف تاخذ العمل، موضوع العمل؟ المراه يعني الان مندفعة جدا يعني للعمل، واحنا فخورين فيهم. انا خايفة على الرجال يعني صراحة، يعني انا احس من كتر ما احنا صرنا متخصصات في جميع المجال، وتلاقي السيدة ما عندها اي مشكلة تشتغل في اي مجال وبتبدع فيه وبتعطي فيه، انا خايفة انه يعني صراحة تزيد البطالة تروح عليهم. صح ولا؟ طيب كلمة رحاب انت حابة توجهيها تحديدا لاصحاب شركات القطاع الخاص، ايش اللي لازم يسووه بحكم يعني انه انت بتنادي انه لازم يكون في احتضان لشبابنا وشاباتنا السعوديات، انه لازم يكونوا اصحاب الشركات الخاصه الى حد ما يكونوا الاب الروحي او الحنونين عليهم، لانه هدول شباب بلدنا بالدرجه الاولى، وانت فعليا لو ما اعطيت موظفك الراحه والطمانينه والسعاده، ترى عمره في يوم من الايام الموظف ما راح يبدع ولا راح يعطي، لا عندك ولا عند غيرك. فايش في كلمه انت حابه توجهها لاصحاب الشركات في القطاع الخاص تحديدا؟ في القطاع الخاص وركز على موضوع الفتيات. هو الفتيات وغير الفتيات، يعني القطاع الخاص يعني لازم يهتمون في السعوديين بشكل كبير، لان السعودي هو اللي قادر، هو اللي يستاهل صراحه. يمكن عندنا احنا الى الان عقده الخواجه رحاب، عندنا انه اوكي لا هذا جاي من برا، هذا اجنبي، عندنا هذا كمان السعوديين جاي من برا، او ممكن احنا ناخذها كبرستيج انه واو المدير مثلا من المكان الفلاني، ليش احنا ما زلنا الى الان عندنا العقليه دي؟ احنا عندنا، وكمان ابغى اقول لك نقطه، احنا الحين مثلا في شركتنا لانه السعوديين واحنا طموحين جدا في الشركه، فتخيل حتى نظام البصمة، احنا ما عندنا نظام البصمة، فاحنا نجي من انفسنا،
نجي من الصباح من قبل الوقت. الله. هذا اسمه التزام، هذا اسمه يعني متشجعين للشغل. احنا مبسوطين في عملنا وكل الطاقم سعوديين والادارات سعوديه، فهذا قاعد يشجعنا زياده ان انا ممكن يوم من الايام امسك مكان احد المدراء. صحيح. فهذه حوافز مره قويه. جميل. نعرف انه اصلا الالتزام الادبي في العمل تحديدا اهم بكثير من الالتزام اللي يكون كلام على ورق، لكن ابغى اسالك، احنا عارفين ولا يخفى عليك طبعا بنمر في فتره يعني كبيره وفيها تطور سريع، ايش البلان المستقبليه لكم؟ ايش الخطه اللي عاملينها خلال السنوات القادمه؟ احنا زي ما قلت لك تقريبا في 2020 مخططين انه يكون عندنا قطاع المراه 60%. احنا موفرين جميع سبل الراحه في الشركه وجالسين نطور ويعني تطوير مكثف عشان نبغى تكون الادارات كلها يعني من الجيل هذا تكون هي ماسكه القيادات العليا في الشركه. تقريبا ايش الاساسيات اللي لازم تكون متوفره لما تقولي كل سبل الراحه متوفره؟ ايوه، يعني احنا مثلا في شركتنا عندنا الغداء، الريستروم، عندنا يعني تقريبا انت كده حتخلي كثير انه الجو يكون فرندلي ولا طريقه الديكور يكون مريح، الاجواء، التعامل، كل شيء. اهم شيء التعامل بمهنيه كمان. التعامل عندنا متعاونين موظفين بشكل كبير مره. طب رحاب، خلينا برضو اسالك، انا تحديدا بركز مثلا على البارت حق السيدات السعوديات او الفتيات السعوديات، برضو ايش اللي ينقص او اللي انت مثلا بتواجهيه من خلال احتكاكك في البنات السعوديات اللي موظفات في القطاعات الخاصه تحديدا، ايش اكثر شكوى انت بتواجهيها انه مثلا البنات بيجوا يشتكوا لك من ايه؟ الرواتب مثلا متدنيه، في سوء في التعامل، ايش في اكثر الشكاوى اللي بتواجه المراه السعوديه في القطاعات الخاصه؟ في القطاعات كثيره يعني، بس احنا اللي عندنا ابرزها النقل، وان شاء الله الحرمه خلاص يعني بتسوق، فممكن هذه ما تكون مشكله بعدين. وحكايه الحضانه برضه يتهيألي. بالضبط، ايوه، والحضانه هذه اهم شيء يعني احنا نشوفها في القطاع الخاص. بعد اذا المراه ساقت لازم توفروا باركينج. اي موجوده باركينج موفرينها للحين اصلا. طبعا. طيب رحاب، احنا اكيد نشكر وجودك معنا وشكرا على هذا الكلام الجميل اللي قلتيه، واكيد في كثير من الشركات راح تركز وتحاول انها توفر البيئه المناسبه لموظفيها حتى ترفع من الانتاجيه وتحافظ أكيد على المواهب. أنا أشكركم أنتم، شكرا على استضافتي. ومبروك على الجائزة. الله يبارك فيكي وما قصرتوا. أهلا بيك. مشاهدين احنا مكملين لكن بعد الفاصل.